نعتذر لكم على العرض اللي اتعدى. نحترموا الفنانين اللي طلعوا سلسال هذا ما لا شك فيه، ما هيهم كان فنانين. العمل بتاع الليله مع احتراماتنا ليه لا يمثل مستوى اللياقه الفنيه لادارات جمعيه مهرجان قرب الوطني مسرح الهوات. نعلن تعهدنا كمسرحيين غيورين على اول مهرجان مختص في المسرح في تاريخ تونس الحديثة بحمايته من جميع الساعين إلى تهميش العمل الثقافي الجدي وتدجين مسرح الهواة. ثانيا نعلن عن تشكيل لجنة تفاوض منبثقة عن مجموعة من المسرحيين متركبة من محمد غانم الزرلي، محمد شعبان ووحيد العجمي. ثالثا نطالب الهيئة الحالية بأن تتعهد كتابيا وفورا بتحديد موعد لجلسة عامة انتخابية خارقة للعادة في أجل أقصاه 5 أكتوبر 2013. نطالب رابعا بتشكيل لجنة مستقلة توزع الانخراطات وتشرف على الانتخابات. ونحن ندعو جميع المواكبين الغيورين على هذا المهرجان باش يقفوا معانا وصحوا معانا على روح هديه ونعتصموا معانا في صوتنا ما شوفوناش على المهرجان. ورئيس الجمعيه الحالي استعرف باللي وارد فيها امس قدام كل من المثقفين والمسرحيين وقت اللي واجهت له سؤال مباشره وقلت له في مسألة الاستقالة والأسباب نتاعها الحقيقية، وجهت له سؤال قلت له التراخي والإهمال والتهرب من المسؤولية موجود ولا غير موجود؟ قال لي موجود. وقلت له وين ومنك أنت بالذات؟ قال لي مني أنا بالذات. دونك ما عندوش حتى واحد من المفروض الوقاحه بن ذفرين باش ينكر الشيء هذا. كنت نخدم معاه هذاك انا مانيش نخدم معاه. انا مانيش نخدم معاه نخدم على الهواة. من فضل خدمه مسؤول انتوما اللي حسدوا لازم تشيلها انتوما اللي جبتوها انتوما اللي حملوا مسؤوليتكم. الناس خيا في هذا